السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. فيديو راح نتكلم فيه عن عدة نقاط، بعض الأشياء اللي وصلت من التحديث الأخير منها القادة، منها الكيفيكي الجديد اللي هو مان الصحراء، وبعض النقاط الجانبية اللي راح نتكلم فيها عن هاي المقطع أو في هاي المقطع. أول شيء راح نبدأ في القادة. قبل يوم واحد من العجلة اللي راح تكون بكرة إن شاء الله، عندنا القائد نيفسكي والقائد الثاني، هاي مثل ما تكلمت قبل يطلعوا حتى المهارات مالهم. خلنا نقلل على الصوت شوي. هاي راح يكون في الحاكم الأعظم مثل ما تكلمت، وهاي راح يكون في العجلة، وأفضل شيء إنه يكون القائد الممتاز أو المميز يكون في العجلة مثل شانجيو، مثل ويليام، مثل الحين حاليا نيفسكي. معظم القادة اللي يكون في العجلة في الغالب ما يكونوا سيئين إذا ما قلت العموم. هاي القائد إن شاء الله راح أشتغل عليه، أو ممكن أسوي عنه ريفيو إذا في أحد من الشباب إن شاء الله يمكسه قبلي راح أسوي عنه. أنا حاليا عندي روس، راح أجربه مع أكثر من قائد، راح أجربه مع شيانجيو، راح أجربه مع ويليام، راح أجربه مع صلاح، راح أجربه مع ميناموتو إذا أخذت المهارة مالته مال الميوزيوم أو مهارة جديدة إلا في المتحف. وبالمناسبة بالنسبة حق المتحف، جربت أنا تشارز مع أثلفليد في الدوري، وما كان عندنا عدد اصلا داخلين، بس خد 10 نقاط وطلع لان كان عندنا هجره كبيره، هاجرت فمعظم اعضاء الدوري ما كانت موجودين، فخسرنا بنتيجه جدا كبيره حق اللي تابعه. راح اجربه مع ميناموتو. ميناموتو مهاراته جدا بطله، دفاع فرسان 20% راح يكون، هجوم فرسان 25%، فمع مهارات ميناموتو راح يكون عندك الهجوم بنسبه 45% والدفاع راح يكون عندك 20%، فتقريبا خلينا نقول مثل مهارات صلاح، اقل شوي من صلاح لان صلاح عنده تقليل ضرر المهاره، وميناموتو عنده مال بربر محلها، اي مال بربر. عندك هنا زياده اضرار بنسبه 30%، عندك هنا 1400 وزائد نسبة 75 ندفع 600، فالمجموع يكون 2000 عامل الضرر. راح نشوف شنو راح يصير. مثل ما قلت راح اجربه مع اكثر من قائد واكثر من شكل واكثر من نوع يعني، بس هاي القائد راح يكون في الحاكم. ما ادري الصراحة هل راح اشارك ما راح اشارك، هاي يعتمد على الادارة شنو راح يصير. اذا استدعيته زين، ما استدعيته على الله كريم. فحاليا عندي تقريبا خلينا نشوف 600 وشي، خلينا نشوف قائد اي شيء 619. عندي بعض الاحداث ما سويتها مثل اللي هو حدث صراع الاعصار، وهي للامانه صراع الاعصار احس من الاحداث اللي فيها غباء اصطناعي مركب، مفروض يكون في ذكاء اصطناعي في اللعبه، بس الحدث هاي بالذات في غباء اصطناعي بشكل رهيب. يعني طريقه اللعب والسفينة تشوف فيها كانها فيها جنون السفن، عشان ما نقول كلمة ثانية، وتشوف السفينة تروح يمين يسار كانها مجنونة ومو دائما تروح، ولا هي قاعدة تضرب ولا هي قاعدة تتحرك، وتشوفها تروح يمين يسار وتحس حركتها غريبة، ويعني في أحس الفيزائية مع الحركة جدا تعيسة، جدا سيئة، جدا 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 سيئة. فيحتاج إنها أول شيء عدلون في هاي، بعدين شوي تطوير في بعض الأفكار اللي المفروض يضيفونها. ف يعني كمبدئيا أوكي، بس طريقة اللعب أنا أبغى طريقة اللعب، يعني طريقة اللعب لدرجة أنا ما أقدر ألعبها، يعني حدث ما تقدر تلعبه، ممكن تلعبه أول جيم جيمين ثلاثة، بس بعدين لو فكرت إن شوي تلعب شوي راح يجيك غثة. فهي بالنسبة حق هاي الحدث. عندي هني راسين، يعني في روس ما شاء الله. عندنا من المتجر هني تقريبا 5 روس، عندي 7000. هاي بالنسبة حق القادة. شيء ثاني قبل ما نروح حق الكيفيكي، اسمه سيرولي، عندك 5 قادة قاعدين يغيرون بينهم، بين فترة وفترة يغيرون بينهم. يعني هالمرة جابوا كيرا وشالوا القائد اللي هني اللي يكونوا اثنين توديهم في الزاوية بعدين تضربهم اي يو اي. انا تمنيت انهم يشيلون ديكر ويحطون هاي القائد ويحطون كيرا. هاي القائد سيء، خاصة لو تلعبه بعد اصعب شيء الجحيم، فعلا انه يكون جحيم سيء، مع انه بعض الاحيان تضرب وياك وتكمله من اول مرة. يعني انا اكثر من مرة دخلت عشوائي وكملته، بس بعض الاحيان تدخل مع الشباب مع صوتي وقادة ومعدات وما ادري شنو، ويلا يلا بالموت تكمله. طبعا مثل ما تشوفون قدامكم جل كي بي كي الجديد غزو الصحراء، وحاطين شعار شكبرة رائد. فحتى مسيرة العصور لو منزلوها، حتى السرعة الثمانية منزلوها في 2020 ما حطوا هي العبارة. لو دخلنا اول شيء راح تلاحظه ان هي اصفر صحراء غزو الصحراء، فتوحي حق الصحراء وطبيعة الصحراء. على العموم عدد المعسكرات راح يكون 4 مثل ما هو معروف، رياح ارض ماء نار مثل ما هو معروف. طول الموسم راح يكون 50 يوم. الممالك المسجلة لو تلاحظ حاليا الممالك المسجلة محددينها اصلا، فمن تشوف هاي الشيء هاي 60 على 60، اعرف ان هاي الكي في كي خلينا نقول تجربة اكثر مما هو يعني كي في كي مفتوح. اذا كان الفيدباك
تجربة كانت جدا ممتازة راح يستمر، كانت سيئة راح يوقفونه وعدلون عليه ممكن يرجعونه بعدين. فهاي الممالك 60 راح يكون عليها حقل تجارب. ولو نلاحظ حاليا ان انت اول ما تدخل الكي في كي، هاي الامانة اول مرة تصير، اول ما تدخل الكي في كي راح تحصل على هاي الجوائز 500 جوهرة اللي هو 1000 و2، وهنا عندك 3 مفاتيح وزائد مواد معدات ملحمية. نجي حق القواعد راح نقراها على السريع. غزو الصحراء، لقد تبعنا درب اسلافنا وما راح نكمله هني. الزوايا المحصنة، موجود زوايا محصنة اوكي. بحر الموت راح نشرح له بعدين. تتضمن قصة غزو الصحراء تضاريس بحر الموت، وهي أرض قاحلة خالية تماما من نقاط الموارد والحصون البربرية، لا يستطيع الحكام الانتقال إلى بحر الموت أو البناء فيها. في نقطة هني أحس بحر الموت اللي هو هاي الأراضي اللي تكون برا المربعات اللي تشوفها قدامكم، هاي اللي برا 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 هني برا، هاي يسمونها بحر الموت. الانتقال راح يكون كله في هاي المربعات، عندك هني عندك هني، هاي وهاي وهاي، هاي الطريقة. تمثال، ستمنح التماثيل حول بحر الموت مكافآت والهيبة الكبيرة عند احتلالها. مثلا تحتل هاي، في صورة من الصورة طرشتها في احد الجروبات، تحتل هاي تحصل على سرعة جمع 1%، وفي بعض الاشياء الثانية اللي تحصل عليها، فما ادري هل هي تتراكم، يعني مثلا اضرب هاي اضرب اضرب اضرب، او اسف احتل 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 واحصل مثلا 2 3 100% 120% مثلا كافتراض. يعني حصون قديمة، في نوعين من الحصون، عندك حصون قديمة وعندك هنا الحصون الصحراء. مثل خلنا نقول الحصون العادية، بس نوعين، حصون قديمة بمثابة الحصون العادية اللي في الكي في كي والمملكة الأم، أوكي؟ يمكن مهاجمة هذه الهياكل الخاصة في خريطة قصة غزو الصحراء من أي مكان على الخريطة طالما لا توجد حواجز في الطريق. يعني مثلا أنت في هاي المنطقة، في هاي المربع نفترض، وفي بوابة أو بوابتين نفترض من مكان لمكان، البوابة طالما أنت محتلنها تقدر تطلع، مو محتلنها ما تقدر تطلع، يعتمد على اللي هو الأراضي. حصن الصحراء، أوكي؟ هاي محتوى خاص، هاي خاص حق غزو الصحراء مع بعض الإضافات الموجودة قبلية اللي قبل. أضافوا حصن الصحراء، تنتشر حصون الصحراء في بحر الموت والتي تمنح الرابطة المسيطر عليها الحق في تجميع القوات هناك، مما يوفر منصة إطلاق الهجمات على أرض التحالف والحصون الأخرى القريبة. لو شرحنا، خلنا أقول لو شرحنا، أنت قاعد تحشد، حلو، فعليا نفس الحشد بس قاعد تتحرك أنت بالحشد. هاي بالمختصر. احس الممالك القويه شوي ممكن، ما ادري ليش احس ممكن يكون فيها قلاقل. يعني انا شخص دفيع، ادفع، ما ابغى فلان هو يتحكم في جيش مالي يروح يمين ويسار، حتى لو كانت مسيره واحده يعني، وما ادري الصراحه هل راح يكون مسيره اكثر من مسيره. فهي الممالك الصغيره راح يكون جدا ممتاز، الممالك اللي فيها منوب ما شاء الله راح يكون جدا ممتاز، بس الممالك اللي يعني مصنفه ومن ذا الكلام احس شوي، فهي راح يكون حق الممالك الصغيره مبدئيا، ما ادري شنو راح يصير بعدين وشنو راح يصير. جنرال، دور جديد للحكام في قصة غزو الصحراء. الجنرال شنو مهمته؟ في قيادة الحصن، اوكي. يحتفظ الجنرالات بالحق في تكوين حامية الحشد او ارسال المسيطرة باي شكل من الاشكال، يعني انت ترسلها هني وبعدين هو يحركها، مثلا يبغي يعزز يحشد يضرب ما شي يسوي. الهيبة بالمختصر مجرد غير اسمها، هي نقاط الشرف، هني سموها هيبة، حلو، بس حتى تقرا هاي كل الاشياء. جرعة الشفاء هي نوع من انواع الموارد اللي تحصلها عشان تعالج فيها المصابين بشدة. ممكن نوع ثاني من انواع التسريعات، بس مو تسريعات، هي موارد خاصة تعالج فيها الجنود المصابين بشدة، يعني اللي في مستشفى. وهني منجم الكريستال، للأسف منجم الكريستال واضح انه خلاص شيء ما تقدر تفتك منه، شيء مفروض عليك كل كي في كي. تمنيت انهم يضيفون واحد من يعني نوع من انواع الكي في كي، يقول لك يا اخي لك خيار، يعني هي كذي بس اعطيكم لمحه، مقترح، تحطون نوع من انواع الكي في كي هات، اوكي، بدون كريستال، تقدر تشارك فيه مره واحده. شلون يعني مره واحده؟ يعني تشارك فيه هاي المره، المره الثانيه لازم غصب عنك تدخل في كي في كي، ما يطلع لك هني. يعني نفترض كافتراض، اوكي، كافتراض مسيره العصور ان هي ما فيها كريستال، حلو، يطلعون لك كامل موجودين، انت شاركت هاي المره، هاي المملكه شاركت في هاي الكي في كي، المره الثانيه ما تقدر تشارك في هاي الكي في كي، يطلع لك بس هاي الثلاثه، يعني مثلا الحين حاليا بس 2 تقدر تشارك فيهم. هاي الطريقه. ممكن يقول لي في ناس والله راح يقدرون يهاجرون كذي، والله على هاي اللعبه الناس راح تهاجر عشان تلعب مثلا بدون كريستال، فانت تخلي حريه حق الممالك ان هي ممكن تشارك في كي في كي واحد من الاربعه او الثلاثه في كي في كي بدون كريستال. ممكن تخليها انه يلعب 2 كي في كي مع كريستال، واحد كي في كي بعدين بدون، يكون عنده خيار انه يطلع لين النهايه بدون، ممكن. ففي اكثر من نوع، بس شوي حركه، بس في الاخير يعني اللعبه ان تبغى تستفيد في الاخير.
فمثل ما قلت انه واضح ان الكريستال هي واقع خلاص ما قدرت تشيله، وهي باقي الاشياء مثل اشياء الكريستال، حمايه الموارد ما قدرت ترسلها من الاشياء، نظام الرابطه ما في شيء جديد مثل النظام العادي، نظام المكافآت ما في شيء جديد مثل العادي، بس حطوا الصور هني ان انت في الاخير راح تحصل على نجمه اللي ياخذ له الزقوره في الاخير. نظام المعسكر نفس الشيء ما في شيء جديد، بس الانتقالات راح تكون داخل المربعات هني، يعني انت راح تبدي تنتقل في هاي المنطقه اول شيء، اوكي بدايه الكيبيكي داخل هني تبني طبيعي وضعك 100% طبيعي، بعدين تبدي تحتل هاي تحتل هاي تحتل هاي تحتل هاي، وراح يكون على الزونات، وبعدين راح تكون الحرب مختلفه بشكل مختلف. يعني هاي غزو الصحراء ما راح يكون مثل الكيبيكيهات اللي تعودنا عليها هني. ممكن هاي اللي بالاخضر لحد الحين ما هاي مجرد تخمينات، ممكن اللي في الاخضر فيها اشياء مميزه، فيها موارد اعلى، فيها اشياء اكثر. مثلا هني لا، هني ما فيها شيء. نجي حق المتجر للاسف ما غيروا فيه شيء، ممكن لان حاليا تجربه فقالوا ما راح نغيره بعدين، بس المتجر خلاص لازم يتغير، ينضاف اشياء، يعني الخنجر انشال ومجد العظيم انشال خلاص، بما انه صار في حدث البيضه خلاص، او الفارس المهيب خلاص لازم ينشالون. فهي من الاشياء اللي اتوقع ممكن مستقبلا يتغير، حاليا ما تغير بس مستقبلا اتوقع بنسبه كبيره جدا راح يتغير. بس مثل ما قلت هاي الستي مملكه راح يكونوا حق التجارب، صار اوكي راح يستمرون، صار سيء راح يوقفون ويعدلون فيه ويرجعونه. هاي الاشياء ما راح اقراها، يتكلمون ليش سوينا كذي وليش ما ادري شنو، هني يتكلمون انه راح يكون في مشاكل، متوقع حدوث بعض المشكلات بسبب التحديث الشامل للسيناريو، لان الناس مو عارفه شنو السالفه، ان الطريقه مختلفه، هم متعودين على كي في كي معين، مثل ما صار مع الكي في كي اللي هو والله ناس اسمه مسيرة العصور. حتى أنا للأمانة كان عندي حساب كنت أبغى أشرح عليه، وقلت هاي الكلام أكثر من مرة، كنت بشرح عليه ما فاهم موضوع الباغودة وما أدري شنو للأشياء. وهنا يتكلموا عن شنو الأشياء اللي راح نشوفها في هاي القصة، وتكلموا هنيها أن أنت تقدر تقدم بعض الملاحظات، يعني مثلا هاي الشيء سيء سيء جدا جدا، فهم بالأساس أصلا يبغون فيدباك، لأن أول مرة للأمانة يحطون أنهم حق الكي بي كي يحطون مكان ان انت تتواصل، يعني هني تتواصل وتكتب شنو فيه شنو ما فيه. هاي جرعة الشفاء اللي تكلم عنها هي نوع جديد من الموارد، يمكن ان تمنحها للمعسكرات، يعني مكافآت الخاصة اول ما تدخل راح تحصل على هي المكافآت اول ما تدخل، بعدين اذا جبت 10,000 نقطة راح يكون عندك هاي الجوائز. وبس هاي ابرز الاشياء بالنسبة حق هاي الاشياء اللي طلعت. ان شاء الله بكرة مع العجلة، ما ادري الصراحة راح اشوف الشباب من راح يمكس القائد، ما راح يمكسه، شنو راح يصير على الحاكم، بعدين راح اقرر لان عندي روس حق قائد، فراح نشوف بعدين. وبس هاي كان كل الفيديوهات، تنسوا لايك فبالسبسكرايب، شكرا على المتابعه، مع السلامه.